السلام عليكم، كيفكم؟ شو الاخبار؟ شو تمام؟ جايكم الحلقه اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. ندخل على سيرفر فواز، شكرا فواز على الميمز. لا تسلك رسالك استبدل شو ذا صندوق وسط. طبعا اللي كان تبعني على سناب شات، صلوا على النبي سبحان الله محمد سبحان الله العظيم. ولا تكون نبدا المقطع. اسرع من كني ما فيش ولا حتحصيله. لقد ذكر الله الوالدين في القرآن الكريم في مواطن عديدة، مثلا في سورة القرآن قال الله تعالى حملت أمه وهنا. يعني أنا تقريبا من 5 سنين ما طلعت إذاعة ولا بيطلع. قالوا لي عشان تنجح لازم تطلع. ما طلع. نطوع شكله سواق تريلا واضح مركز. يا اخي يا اخي الباكستانية مرة مبدعين. تكفتك ولا يزحط. لا يزحط. اللهم لا شمات، بس مبين اصلا من رجلينا انه بيزحط. سعود ابو عيسى كفو والعلم يا صلى العموم سام نطلق المسم ما في نهار الزلزال ما هو غريب طيبكم يا اهل النوار. عنده بكت ليز عادي عادي في ده. صديق جيب هذا سمسم نفر. انا سم انا اخو مال هو تعال انت تعال جيب بس انا اريد اكله. انا اريد اكله يا اخي. ابطال دول اللي يسوون سكتشات باللهجه الباكستانيه. ناداني ابوي عشان اشيل حاجه وانتظر اخوي يجي عشان ايش ما شلها يا ابونا. ايش اسمه ايش في اشلها؟ ليش ما اشلها؟ في ايدك حناء. لا ما ولا حناء ولا شيء. حناء ولا انتوا؟ لا يا اخي سماشت تعجبني. صح انا سامج مره سامج بس تعجبني، وهذا انا دائما اسويها. انتظر اخوي عشان يجي بس عشان يشيل. اسرع تقلب مزاج في التاريخ. واحد احول زرع فول طلع عدس. هذا هو بسعيد الوحيدين اللي يتقبل منهم النكت السامجة. معناته مع اخوي اللي كل شوي يصورني. هذا الحين تصورني؟ لا ما انا اصورك. اذا تصور ارجع طف الجوال من جديد قول على ذلك يا مناصر بصور. يلا دقيقة برجع بروح وارجع. يلا ها. سلام يا ابو ناصر. مرحبا عليك. عندك انا اصور. اي اذن تيا ولا تيا؟ لا تيا. تيا ولا تيا؟ لا تحشر الطماطم في جميع السندوتشات. في ناس ما تبغى سندوتش في ناس ما تبغى طماطم مع السندوتش. خليك انسان متزن. كثير منكم في المقطع السابق يقول لي ابو صالح العلبه مفتوحه حقت البيبسي، هذه هي لا هي مفتوحه قدامكم ولا فيها شيء، بس خلينا نجي هنا بس عشان نجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيك العافيه عبد الله. السلام عليكم. والله انا حاليا في الحلاق وما انا داري احلق كابوريا ولا قصه الاسد. والله ما انا عارف يعني. خذ لك بطاط قيزاني دقيقه وترجع ثاني، لكن عمرك ما تنساني يا محلى زمانك وزماني. عندنا حمر يسلي على القلب، عندنا كاتشب يجنن، وخذ لك بطاط قيزاني حتلعب مع مارادونا في ثواني. تك تك يا جماعه عاجل بيرستك علي. يقول امبابي جاي في الطريق. امبابي جاي في الطريق. ارجع بصبر. امبابي جاي في الطريق. اتوقع اخر واحد يغلب ذاك اللي مع محمد عدنان اللي اخوي ميسي. ابويا ايش بك انت؟ يدي علقت. ايش دخل اصبعك هنا؟ كنت بصلح الطاوله هذه خربانه. جيب مفك. ما هو موجود. كل يوم الاقيه في نفس المكان، كيف ما هو فيه؟ ماني ملاقيه، ما ادري ما هو مكان. يدي ساعدوني يا اخي ساعدوني. لو كنت لقيته يا ابويا. انا امس جيت شفته جات عيني في عينه، ما هو في مكانه. انا عارف كل يوم هو هنا. ساعدوني انا. طيب ابويا شوف، حتى قبل سنه في يوم تخرجي كان في مكانه، يعني لما نحتاجه يضيع. انا ماني فاهم يعني. والله في نفس مكانه. طيب ساعدوني انا. طيب حتى انا برمت صفقه قبل 7 سنين وكان في مكانه يا اخي. فين راح؟ شوف ها. في فيديو انا صغير وانا رضيع انت كنت شايلني، حتى المفك كان في مكانه، ما تحرك من مكانه. طيب كلم له الصيانه. كلم له. ها كيف صباعك؟ لا الحمد لله ما في الم. هذا رجع مكانه. تستهبل انت؟ انت حجنني يا جماعه الخير. لمبة خربانة. جيب المفك خلينا نصلح اللمبة ذي. ما هو فيه. لا كذا مست.
مستحيل كذا، فين راح يعني؟ يا حرفية لما تدور الشغلة، أنا معتقد يعني أقول إنه ممكن إنه ينعمي على قلبك، يعني كثر ما تبيه بسرعة بسرعة ما تشوف حتى لو كانت قدامك، يعني يعذر منك مو منه. يقول بعض الناس يقول ترى الفلوس وسخ دنيا. في عقب وخس وجهه وسخ الدنيا. إي والله. اي والله انها صدقت وجه وسخ دنيا. تابعت بيت محامي التيك توك وقابلت دورية. في امر القاء قبض علي؟ ها؟ امر القاء قبض. اي في امر القاء قبض. تعال تعال تعال. ما حق القهوة؟ يعني اسمي موجود في القائمة ولا؟ تعال. يا اخي الخلاط دام بطل بطل. خوينا الحضري ما شاء الله عليه الولد يجيب 100. الا احنا اكثر اعلى واحد فيهم انا جايب 97. طبعا احنا كل المدرسه تبي مدرسه رياضيه بدنيه، لانه كل الطلبه تقدر تغش لما مدرسه بدنيه يجي مراقبه. بيعملوا لي اعمال على طول بوقف الحال. بيعملوا لي اعمال على طول بوقف الحال. يا عيال هذه اكبر ترك عجز تفهمه عند الامهات، ما شاء الله تشيل شغلات كثيره ما تلمسها. انا كتب وهي كتبي اشيلها فوق راسي تطيح. لازمني اقعد معهم فتره كبيره. ما حطوك انا معلقين في تلت تخويك في لوت ليك. انا اللي في لوت ليك، انا ما انزل. خلنا ما حطونا من يدنا. الولد تربيت ابوه بابا. يا زينه فيك من هي؟ من هي؟ المعلمة. المعلمة. ولدي بوجهك إذا قلت مردة عسكرية وبعدها قدمت ربطة. يعني الحين سمعت إن العسكرية برضو لازمها معدل، أتوقع ممكن حول 70. ليش عرفات بلعك سلامات تقوني. الحمد لله ان الوالد لما تشوف كذا الجو انه ما حد يداوم كذا هي اصلا ما تصحيني. احلامي قبل الدمام ويزعلوا اذا رحت هذا الحقيقه ولا اي اي كلنا يوم منير تعبان. منير عشقان مو بتعبان. فقط في افريقيا تسمعون الطبول. احنا مو بعرس، احنا بعزة، وهذا النعش هنا، لكن الناس يسمون اموات الول بالطرب. استغفر الله العظيم، ما ادري اذا كان حلال ولا حرام، بس اتوقع انه للميت حرمة. هذا خلاص صح؟ ما ادري، بس اتوقع ان الميت لازم تكون له مراسم عزاء. هذا حفل. الى هنا وصلت الحلقه. لا تنسوا لايك واشتراك وحسابات مجد تحت الضغط. طبعا عليكم طبعا يا استبعد. صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. صلوا على النبي. يعبكم من حلقه الكلب دي. و السلام.